خطه على بعض الانواع الجديده بالنسبه للماشينز. هنتكلم اول حاجه على السيرفو موتور، وبعد كده هنتكلم على الهيستريسيس موتور اللي طلبنا منك. ده يبقى اول اكزامبل ليك انك انت تقرا لوحدك الاول، وبعد كده نبقى نشوفه مع بعض. اوكي دلوقتي. بالنسبه للسيرفو موتور، ايه هو السيرفو موتور؟ سيرفو موتور يعني تو سيرف. تتوقع كده سيرفو موتور ده بيعمل ايه؟ سبيسيفيك بيرسون سبيسيفيك تو سيرف سبيسيفيك بيرسون، يعني تو سيرف سمثينج. يعني ايه؟ يعني ده عباره عن موتور بقدر اتحكم فيه. ساعات بنقول عليه كنترول موتور. ده كنترول موتور ده بقدر ان انا اروح لسبيد معينه، او اقدر اروح ل ديستانس معينه، او انجل معينه، بوزيشن معين. الموتور ده عشان بيستخدم في الروبوتكس، بيستخدم في ابلكيشن كتيره. الغرض من الموتور ده ان هو يبقى ليه سيرتن تورك سبيد كاركترستكس. السيرتن تورك سبيد كاركترستكس بتاعته دي بنبقى عايزينها لينير، يبقى عايزينها حاجه عامله كده اهو. دي العلاقه بين التورك والسبيد. اي نوع من انواع الموتور نقدر نحوله الى سيرفو موتور. سيرفو موتور ده بيبقى فيه بعض السنسور، وبيبقى فيه فيدباك عشان يقدر تو سيرف ذيس بيربز، ان هو يروح لبوزيشن معين، او ان هو يمشي بسبيد معينه. يعني هو فيه سبيد سنسور، فيه بوزيشن سنسور، يقدر يديلك فيدباك ويقول لك انت وصلت ولا لا، او يقول لك ان السبيد بتاعتك دي مظبوطه ولا لا. وبعد كده تعمل كنترول سيستم، والكنترول سيستم ده تبتدي تعمله بي بي اي بي اي دي زي ما انت عايز، وتقدر انك انت تعمل فيدباك للموتور، والموتور يساعدك الكاركترستكس بتاعته تساعدك انك انت توصل للنقطه بتاعتك بطريقه سهله. اوكي. من اشهر المواتير اللي بتعمل كده اهوت، او اللي احنا اتعرضنا عليها، اللي هو الدي سي موتور. الدي سي اللي هي سيبريتلي اكسايتد موتور، اللي هو بنتكلم على الارمتشر فولتج كنترول. احنا خدنا درايفز مش كده؟ طب اللي هو لسه؟ طيب اللي هو بنتكلم على الارمتشر فولتج كنترول. ايه الارمتشر فولتج كنترول ده؟ احنا فاكرين الدي سي كان عندي معادلتين اساسيتين بالنسبه للدي سي. المعادله الاولانيه اللي هي بتقول الاي بتساوي الكي بتاعت الموتور، او الكونستنت بتاع الموتور، مضروب في الفاي مضروب في الاوم. المعادله الثانيه اللي هي كانت بتقول ان التورك بتاع الموتور ده بيساوي الكي في الفار مضروب في الاي. يعني انا لو بضرب في الحاجه الميكانيكال تديني الكتريكال، لو انا بضرب في الحاجه الالكتريكال فاريبل الالكتريكال بيديني ايه؟ الميكانيكال. تقدر تختارها ايه؟ بسهوله كده. طيب لو انا عشان اقدر التورك بتاعي يبقى ماكسيموم، لازم الفاي بتاعتي تبقى ماكسيموم، والاي اي يحدد التورك، اقدر اعمل كنترول على التورك زي ما انا عايز. وبالتالي عشان اقدر اخد الفول باور بتاعت الموتور، او اخد الفول تورك بتاع الموتور، لازم الفاي بتاعتي تبقى ايه؟ تبقى ماكسيموم. طب لو انا خدت بيرمننت ماجنت، او خدت سيبريتلي اكسايتد موتور، وما عملتش فيلد كنترول خالص، فبعتبر ان الجزء ده كله كانه ايه؟ كانه كونستنت. يعني الاي لو قلت ده كي ام مثلا، يبقى الاي بيساوي كي في الام، والتورك بيساوي الكي في الاي. بص ده حاجه جميله جدا. يبقى لو انا عايز اغير السبيد، مجرد ان انا بغير ايه؟ بغير الفولت. اما بغير الفولت بلاقي ان الفولت تقريبا بروبورشنال للسبيد. طيب في سيبريتلي اكسايتد موتور، لو انت عايز تجيب التوركس، خلي بالك احنا لما بندرس الماشين، انت بتدرس الكونستراكشن والثيري اوف اوبريشن، وبعد ما ادرس الكونستراكشن والثيري اوف اوبريشن عايز اعرف السيستم ايكويشن. ايه السيستم ايكويشن؟ لو انا عندي جنريتور، ايه الاوتبوت بتاعه؟ الفولتج. فانا عايز اعرف ايه هي معادله الفولتج. لو انا بتكلم على موتور، انا ايه الاوتبوت بتاعي؟ ميكانيكال. يبقى انا عايز اعرف المعادله بتاعت التورك. طب وانا عايز اعرف المعادله بتاعت الفولتج او المعادله بتاعت التورك ليه؟ عشان اعرف الاكسترنال كاركترستكس.
ايه هي الاكسترنال كاركترستكس؟ لو انا بتكلم على جنريتور يبقى الفولت مع الكرنت، كل ما باخد كرنت من الموتور ده الفولت بتاعه بيفضل ثابت ولا بيزيد ولا بيقل، واعرف الفولتج ريجليشن. طب بالنسبه للموتور انا عايز اعرف التوركس اللي هي الاوتبوت بتاعه ميكانيكال، يبقى انا عايز اعرف التورك سبيد كاركترستكس بتاعه الموتور، كل لما السبيد تزيد التورك بيزيد بيقل بيتغير ازاي. اوكي طب انا عايز اعرف الكلام ده ليه؟ تورك سبيد كاركترستكس انا عايز اعرفها ليه؟ هو مين اللي بيحدد السرعه بتاعه الابلكيشن، اللود ولا الموتور؟ لود صار الموتور فقط. الموتور موتور يعني واحد موتور واحد لود، والباقيين دول عدم الانحياز، يعني مش منحازين لاي طرف من الطرفين. في لود بتختلف، في لود بتختلف السرعه مثلا نوع الموتور لو سنكرونس كونداكشن مثلا بتعكس اللود. خلينا نقول ماشي، بس ايه، بس هو سنكرونس سرعته ثابته مش شرط. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انت الزاويه دلتا زادت عن 90 هيمشي الموتور ده؟ لا هيقف. اوكي طب فاحنا نقدر نقول بكل بساطه لا هو مش الموتور ولا اللود، هما الاثنين مع بعض، واللي بيفصل ما بينهم قانون محكمه. مين القانون ده؟ مين الطبق اللي ما بينهم؟ نيوتن. نيوتن قال ايه؟ سكند رول بتاع نيوتن، حد عارفه؟ اللي هو الانيرشيا. بالظبط كده، هو الانيرشيا في الاكسلريشن بتساوي مجموع التوكس او الفورس في الاكسلريشن، الفورس الماس في الاكسلريشن بتساوي سيجما الفورسز اللي موجوده عندك. فنيوتن قال ان الجي اللي هي في الحركه الدورانيه بنحول الماس بنحولها الى جي مضروبه في الاكسلريشن اوميجا دوت، ده بيساوي تي موتور معانس اللود. مش الحال كده هو؟ طب لو ده عندي موتور وده عندي اللود، لو انا عندي النقطه دي مين اكبر؟ الموتور اكبر من اللود. موتور اكبر من اللود يعني الكلام ده بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ بالبوزيتيف، يبقى انا عندي اكسلريشن يعني السبيد هتزيد. هنا الاكسلريشن قلت بس لسه بالبوزيتيف، يبقى لسه في اكسلريشن والسبيد هتزيد وهكذا. طب لو انا هنا المود اللود اعلى من الموتور يعني الكلام ده بالنيجاتيف، يعني انا عندي ديسيليريشن. ديسيليريشن يعني السبيد هتقل. طب لو انا هنا الديسيليريشن قلت كقيمه لكن هي لسه ديسيليريشن ما قلبتش اكسلريشن، يبقى برضه السبيد هتفضل ايه؟ تقل. طب لو انا عند النقطه دي بالظبط ايه اللي هيحصل؟ الكلام ده بيساوي زيرو. سرعه ثابته. الكلام ده بيساوي زيرو يعني الموتور هيقف. سرعه ثابته. لا هي برافو عليه، يبقى السرعه هتفضل ثابته، يبقى هي دي نقطه الاوبريتنج بوينت. يبقى انا عرفت التورك سبيد كاركترستكس بتاعت الموتور عشان اقدر اتحكم فيه، عشان اقدر اعرف الموتور ده يناسب الابلكيشن دي ولا لا. لو انا عندي الموتور كده واللود كده ده مناسب؟ لا. لو انا هنا هيحصل ديسيليريشن هيقف. طب ولو انا هنا هيفضل يزيد الى ما لا نهايه لغايه لما الموتور ده يكسر البيرنجز بتاعته. يبقى ما ينفعش استخدم حاجه بالشكل ده، هو مش كده؟ مظبوط. يبقى انا عشان اقدر اختار الموتور المناسب للحمل المناسب بتاعي. اوكي ماشي الحال كده اهو، دي اول حاجه. طب الحاجه الثانيه اللي انا عايز اعرفها، عايز اعمل ايه؟ عايز اتحكم في السبيد. عشان اتحكم في السبيد يبقى لازم يا اما احرك الكيرف الاحمر يا اما احرك الكيرف الاسود. طب الكيرف الاحمر ده جبته منين؟ رحت للناس بتوع ميكانيكا وعلموني سنترفيوجال بامب، ده التورك سبيد كاركترستكس بتاعتها. الاسانسيرات مثلا، الاسانسيرات التورك سبيد بتاعتها بيساوي ايه؟ ده هتفيد هو بالظبط في الدايت. لو انا عندي بولي كده هو والريديوس بتاعها ار، وهنا عندي الاسانسير بتاعك في ام، يبقى انا عندي فورس هنا هو بيساوي ام جي. مظبوط. يبقى التورك بيساوي ايه؟
ده depending على السبيد ملوش علاقه بالسبيد خالص كده. يبقى ده حاجه عامله كده كونستنت ماشي حاجه. ده يناسبه السينكرونس موتور اللي انت قلت عليه. بس السينكرونس موتور لازم التورك سبيد بتاعت السينكرونس يبقى كده يعني هنا الدلتا ماكسيمم اوكي. يعني ده كله يبقى تحت الايه؟ الدلتا ماكسيمم. بس هيجي لك مشكله ان ازاي اطلعه من هنا لغايه هنا ما هو مفيش تورك سبيد كاركترستيك. ازاي هعمل له اكسلريشن من زيرو لغايه هنا اس؟ مش هقدر اعمل له سبيد اكسلريشن من زيرو لهنا اس. لازم يبقى في طريق. يبقى لازم الاندكشن موتور اللي هيشغلني يبقى عامل كده اهو. يبقى انا ايه؟ يبقى انا دايما اعلى من الايه؟ من اللود تورك. يبقى انا هقدر اشيل اللود تورك التورك. طب بعض اللودز الثانيه اللي هي بنسميها الفان لود او سنترفيوجال بامب. ابص الاقي ان اللود بتاعك عامل كده اهو مع الاوميجا. التورك يا اما مع الاوميجا يا اما مع الاوميجا سكوير عاده. اوكي؟ مع الديسشارج ماشي. طب في بعض الابلكيشن التورك سبيد كاركترستكس بتاعها عامل كده اهو. ده اللي هي ايه؟ او مش كده بقى كمان ده في منها عامل كده. ده اللي هي ايه؟ اللي هي الكاتنج تولز. الكاتنج تولز او اللي هي البلندر بتاع التكنيك او الكراشر اللي بتكسر حجاره او الدريل اللي بيخرم في الحيطه. يبقى ده في الاول خالص عنده تورك عالي واول ما بيكسر في الحيطه ابص الاقي خلاص السبيد بتزيد لكن التورك بتاعه ايه؟ مش محتاج تورك اكتر من كده اهو. ماشي الحال كده اهو. فهي على حسب الابلكيشن اقدر اجيب التورك سبيد كاركترستكس بتاعت اللود. طب انا عايز اتحكم يا اما في الكيرف الاسود ولا او الاحمر. طب عارف يعني ايه اتحكم في الكيرف الاحمر؟ اتحكم في الكيرف الاحمر لان الاسانسير ده انا عايز السرعه بتاعته تزيد او تقل. يبقى لازم حد ينزل من ينط من الاسانسير او حد يركب منه عشان اوقفه. الكلام ده على الورق كمعادلات مظبوط. لو انت عملت كده نزلت الماس او زودت الماس هو هيقف او هتزيد السبيد او تقل. بس ده از ات فيزيبل؟ ده براكتيكال ان انا اعمل كده اهو؟ لا. طب ايه البراكتيكال؟ ان انا اغير التورك سبيد كاركترستكس بتاعت الموتور. عشان كده انت جبت معادله التورك اللي هي السيستم ايكويشن ومن معادله التورك طلعت التورك سبيد كاركترستكس عشان تعرف ايه البارامترز اللي بتعتمد عليها عشان اقدر اغيرها يوم السبيد بتاعتي تتغير او البوزيشن بتاعي يتغير. هو ده اللي انت كنت عايز تعمله. اوكي؟ طيب تعال نشوف النوع اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو السيرفو موتور. بنقدر نستخدم فيه دي سي وفي اي سي طبعا. طب بالنسبه للدي سي سيرفو موتور، بالنسبه للدي سي سيرفو موتور احنا عارفين ان الموتور عندك ار اي هنا اهوت وعندك هنا الدي بتاعت السبلاي وعندك هنا الدي. يعني اقدر اقول ان الفي بيساوي اي بلس مظبوط كده اهو. اوكي عشان اقدر اجيب الكلام ده بكل سهوله اقدر اقول ان الاي دي انا عايزها. انا مش عايز العلاقه بين الاي والاي اي والفي. انا عايز العلاقه بين الايه؟ التور والسبيد مش كده؟ طب التور كده يبقى انا هاخد كل اي اي واعوض عنها بالايه؟ بالتور. وهاخد كل اي هعوض عنها بالايه؟ بالاوميجا. هبص الاقي ان الايكويشن دي هتتحول الى لو انا خدت هنا الاي الار اي ايكوال في ماينس اي. يعني اقدر اقول ان الاي اي ايكوال في على ار اي اي على ار اي. طب لو انا شلت الاي دي وحطيت مكانها ال كي
في الفاي في الأوميجا بقى الهاي ايه بيساوي الكلام او الجي ام يعني لو احنا بنتكلم لو انا هتحرك في الفيل كام اوكي لكن التورك كان بيساوي ايه بيساوي جي ام في الفاي في الاي ايه خلاص حلو القيمة بتساوي كي ام في فاي على ار اي في في طب وبيقطع الاكس في ايه لما القيمة دي بتساوي القيمة دي مش كده هتروح هنا كي ام في فاي على ار اي كي ام في فاي على ار اي يبقى الاوميجا في كي ام فاي بتساوي في يبقى هنا في على كي ام فاي لو كي ام فاي كونستانت يبقى ده بيعتمد على الايه على الفي مش كده بس هنا في بيعتمد على الفي اوكي يبقى انا كل ما بغير الفي بص الاقي ان الكيرف ده في واحد يبقى ايه جبت الايه العلاقه دي لينير بين التورك والسبيد ماشي الحال كده اهوت طب لو انا عايز العلاقه دي تبقى يعني تبقى مايله كده اهوت اكتر بعمل ايه في الار اي بكبر الار اي بكبر الار اي يبص الاقي ايه يعني انت هنا لو دي الار اي بقت قيمتها كبيرة ابص لان الكيرف ده ابتدى ان هو ايه يمشي لما انت بتعمل فولتج كنترول انت بتتحكم في ده لما انت بتعمل الارمشر ريزيستنس كنترول المفروض ان النقطة دي بتنزل لكن النقطة اللي هنا هو بتفضل ايه بتفضل ثابتة ماشي الحال كده اهو طيب عادة نوع المودل ده بتبقى الكيرف مايل الناحية دي كده اهو يعني بص لان الار دي بتاعتك بتبقى كبيرة عشان كده اللي بيميز السيرفو موتور بلاقي ان الارمتشر ريزيستنس بتاعتك بتبقى قيمتها كبيرة عن الارمتشر ريزيستنس بتاع الموتور الايه العادي وبيبقى فيه فيدباك وبتقدر تتحكم فيه بكل سهولة عن طريق الفولتج كنترول طبعا انت بعد كده في الدرايفز هتعرف ان في حاجة اسمها فولتج كنترول وفي حاجة اسمها فلكس كنترول او فلكس ويكنينج ايه الفلكس ويكنينج فلكس ويكنينج لما انت بتقلل الفلكس اما بقلل الفلكس النقطه دي بتبتدي تنزل والنقطه دي بتبتدي ان هي ايه بتبتدي تروح الناحيه دي فانت بتعمل اوفر سبيد بعمل اوفر سبيد بس على حساب ايه ان التورك بتاعي بيقع خالص بص تلاقي التورك بتاعي تقريبا ما بقاش موجود ماشي الحال كده اهوت اوكي تمام جميل جدا وبتبقى عندك فيدباك بتشوف السبيد بتساوي كام او البوزيشن بتساوي كام وهناخد اكزامبل على الكلام ده وعلى هذا الاساس تبتدي تعمل فيدباك للموتور تغير البوزيشن او تغير الايه السبيد بتاعه طب بالنسبه للاي سي بالنسبه للاي سي موتور كان كما مضى يعني كل السيرفو موتور في الاي سي عباره عن تو فيز اندكشن موتور دلوقتي بقى في 2 فيز وبقى في 3 فيز لما تكون محتاج باور اعلى شويه بتستخدم ال 3 فيز في ال 2 فيز اندكشن موتور ببص الاقي ان
كمبيوتر بحط تو فيزز متعامدين على بعض، وادي سكور الفيج اللي بتاعتك اللي موجوده عندك. واحد من الفيزز بحط عليه كونستانت فولتج وده بسميه ريفرنس، والفيز الثاني هو اللي بعمل عليه كنترول. بغير الفولت وبغير الانجل بتاعتي. الاندكشن موتور لو انت ساحب تفتكر كده هو الاندكشن موتور كان لو انت عايز تغير الدايركشن اوف روتيشن كنت بتغيره ازاي؟ في السيكونس مش الف في السيكونس الف فيستين مع بعض يعني اوكي ابدلهم مع بعض يعني اغير السيكونس. طيب لو انا عندي تو فيز انا عندي واحده فيهم زيرو والثانية بلس او ماينس 90 مش كده؟ بص بقى بلس او ماينس 90 يعني ايه؟ يعني لو الايرور بالبوزيتيف هو هيمشي في دايركشن، لو الايرور بقى بالنيجاتيف هو لوحده قلب الدايركشن عكس 3 فيز. 3 فيز ما كانش هيعمل كده هو 3 فيز كان لازم ان انا ايه؟ اقلب انا السيكونس، يبقى انا اللي اخد الديسيجن لو بوزيتيف ولا نيجاتيف اقلب السيكونس بتاعي يعني ماشي بطريقه مختلفه شويه، لكن ده مجرد ان الفولت يزيد يبقى انا بزود السبيد في وان دايركشن، قلل الفولت بقى بيساوي زيرو تورك. فاكرين السنجل فيز اندكشن؟ سنجل فيز اندكشن ده كان سيلف ستارتنج ولا لا؟ فلو واحده فيز بس والتاني بيساوي زيرو مفيش تورك. طيب لو ابتديت ان انا ازود في الثانيه بتبقى زي الكبيره بس اصغر شويه، مش ده طرق الستارتنج اللي انت خدتها اللي هو سبليت فيز اللي هو بعمل ايه؟ اثنين فيز واحده غير الار والال بتاعتها، واحده الار والال، واحده ال اكبر واحده ار اكبر مش كده؟ طب وبعد كده رحت قال لي ايه؟ طب انا عشان انا اقربهم من بعض رحت حاطط كاباستور عند الستارتنج مش كده؟ يبقى انا كل لما بتزيد الفيزه دي والفيزه دي ويقربوا من بعض ابص الاقي ان الروتيتنج تورك بتاعي بيبقى ايه؟ بيبقى اعلى. طب لو انا نزلت الفولت ده لغايه زيرو بقى زيرو تورك، طب لو خليت الفولت ده بالنيجاتيف بقى هيبقى التورك هيزيد بس هيبقى بايه؟ بالنيجاتيف او الناحيه الثانيه. ماشي الحاله كده اهو. من الحالات الثانيه اللي هي بتميز برضو السيرفو موتور، ان الموتور ده انا بستخدمه عشان الريسبونس. مش انت بتقول عايز تعمل بيه كنترول؟ ده كنترول موتور، فالكنترول بيهمك تايم ريسبونس مش كده؟ فانا عايز الموتور ده يبقى سريع، فعشان كده بنخلي الانرشيا بتاعته تبقى اقل ما يمكن. اوكي؟ يعني ببص الاقي ان الوزن بتاع الروتر بتاعك بيبقى اقل وبيدي لك تورك عادي، طب انا عشان اعمل كده بعمل ايه؟ عشان الانرشيا بتقل. احنا عارفين الانرشيا لو خدنا الانرشيا بتاع السيلندر بتتناسب مع ايه؟ مع الار على الال. ماشي الحال كده اهو. لو هي بتلف الانرشيا بتاع السيلندر بتلف حوالين السنتر بتاعها اوكي، فهي بتتناسب مع الار على الال او الار سكوير على الال. طب لو انا بقى ايه قللت الار وزودت الال هبص الاقي ان الانرشيا بتاعتي بقت قليله. طب لو انا زودت الار وقللت الال يبقى الانرشيا بتبقى كبيره. يبقى لو انا هستخدمه كموتور عالي بيبقى عاده بيبقى الموتور حجمه معقول شويه. طب لو هو عباره عن سيرفو موتور ببص الاقي ان هو طويل والريديوس بتاعه بيبقى ايه؟ بيبقى صغير، والريزيستنس بتاعت الارمتشر بتاعتك بتبقى ايه؟ كبيره، سواء اي سي او دي سي. طب ليه اي سي بتبقى كبيره؟ هو الاندكشن موتور سواء بقى سنجل فيز او ثلاثه فيز اوكي؟ الاندكشن موتور التورك سبيد بتاع الكاركترستكس بتاعته لينير ولا نان لينير؟ نان لينير بتبقى عامله كده. مش كده؟ طب لو انا عايز اخليها مين بتعمل ايه؟ كبر الريزستنس. برافو عليك. لو انا كبرت الريزستنس فاكرين ما كنا بنعمل ايه؟ روتر مش اي ريزستنس، الريزستنس بتاعت الروتر. فلو انا قعدت اكبر الريزستنس بتاعت الروتر لغايه لما وصلت هنا هو مش دي كده انا خليتها لينير؟ يبقى انا خليتها قريبه من الشكل اللي انا عايزه اللي اقدر اتحكم فيه مش كده؟ يبقى ببص الاقي ان النوع ده ببص الاقي ان هو اللانس بتاعه كبير، الدايمتر بتاعه صغير، الريزيستنس بتاعت الارمتشر بتاع الروتر بتاعه بتبقى ايه؟ بتبقى كبيره عشان اقدر اخليه لينير. ماشي الحال كده اهو. احنا قلنا
ايه هي الفكره؟ ان انا بستخدم دايما زمان يعني كنت دايما بستخدم التو فيز اندكشن موتور، ما كنتش بستخدم الثري فيز، عشان الثري فيز انا عشان اقلب الدايركشن دي كانت قصه ثانيه خالص، يعني ما لهاش علاقه بان انا اغير فولت او يعني عشان اطبقها على كنترول كانت صعبه شويه. ولازم الهاردوير صح؟ طيب بالظبط كده، لازم اقلب السيكونس، يعني ما اقدرش اوصله على ثلاثه فيز على طول كده هو اقلب الدايركشن او روتيشن، لا. عشان كده دايما تبص تلاقي في الابلكيشن لو انت عندك مصاعد او كده يقول لك انت لازم يكون عندك فيز سيكونس ديتكتور الكوركتور، هذا والا انت هتتك عايز الدور السابع وتلاقي نازل تحت، هو مش فاهم لان هو بيوصل لغايه لما يعد خمس عدات، فهو وصل بس الاسانسير بدل ما يطلع نزل، فدي مشكله. اوكي، بس المشكله دي تلاشت في العصر الحديث. انفرتر، برافو عليك، تلاشت اول ما ابتديت استخدم انفرتر، لان ما بقاش عندي، ما يهمنيش السيكونس، انا باخد الثلاثه فيز دي بحولها لايه؟ للدي سي، ومن الدي سي انا اللي بعمل السيكونس اللي انا عايزه، انا اللي عايز اطلع او انزل. طيب بس لما انا بعمل انفرتر انا عملت في على اف كنترول، فحقق ان انا اعمل استخدمه كجزء لينير بس، بس عاده مش هو ده اللي بنعمله. احنا سمعنا على حاجه اسمها فيلد اورينتد كنترول او بالنسبة للدي سي دايما الفيلد والارمتشر بينهم 90 درجة، فاكرين في السينكرونس مش كنا بنقول ان التورك بتاعي يتناسب مع ساين دلتا اللي هي اللود انجل، فاكرين اللود انجل دي؟ انت الدي سي اكبر ان اللود انجل دي تفضل على طول 90، الانجل بين الفلكس بتاع الروتور والفلكس بتاع الارمتشر بتاع الارمتشر وبتاع الفيلد دايما بيبقى 90 في الدي سي. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ البراشز هي اللي بتعمل الكلام ده. اوكي، يعني البراشز بتخلي دايما الكرنت اللي ماشي في الارمتشر يعمل فلكس في الدايركشن دي. طب اول ما يجي الفلكس بتاعه يغير الاتجاه بتاعه، تنقل من الكويل ده للكويل اللي وراه، فتخليه برضو ايه فهذا الدايركشن، يبقى دايما بتدي لك الماكسيمم تو، مش كده؟ طب في الاي سي لا، سينكرونس لا، اندكشن لا. طب الاندكشن هل الفلكس بتاع الستيتر والفلكس بتاع الروتور ديكابل كل واحد لوحده؟ لا، ده الاثنين مع بعض، ده هو الفلكس بتاع الستيتر باي اندكشن بيعمل في الروتور، فانا ما عنديش اي تحكم في الفلكس بتاع الروتور ده موجود فين. اوكي، فاحنا قلنا طب تعالى نعمل حاجه ثانيه، انا اقدر اعرف الروتور موجود فين واقدر اعرف الفلكس بتاع الروتور موجود فين. اوكي، وبعد ما عرفت الفلكس بتاع الروتور موجود هنا، انا عايز اعمل فلكس في الستيتر يعمل 90 درجه معايا. اوكي، فخليه يعمل 90 درجه ازاي؟ ما انا عارف ادي الاي اي والاي بي والاي سي، غير قيمه الاي اي ما بقاش ده اي سي 3 فيز، انا بتحكم في كل كرنت لوحده، انا عايز اغير الاي اي والاي بي والاي سي بحيث ان هم يعملوا فلكس الدايركشن بتاعه كده والقيمه بتاعته بتساوي كده، انا اتحكم في قيمه الفيكتور ده. اوكي، واتحكم في الزاويه بتاعته. طب اتحكم في الزاويه بتاعته بتساوي ايه؟ دايما بشوف الروتور موجود فين، يبقى انا محتاج روتور سنسور اعرف الروتور موجود فين. لو انا عرفت الروتور موجود فين يبقى انا عرفت الدايركشن بتاعي، عرفت الدايركشن بتاعي طب انا عايز تورك بيساوي كام، يبقى على هذا الاساس ابتدي اعمل الايه الفلكس بتاعي بتاع الستيتور تعمله زي ما انت عايز. ماشي الحال كده اهوت، فهمنا تقريبا كده هو دي ايه خلاصه الفكره. عشان كده ده بنسميه فيكتور كنترول او فلكس فيكتور كنترول او فيلد اورينتد. يعني ايه فيلد اورينتد؟ يعني انا اللي بحط الاورينتيشن بتاعت الفيلد زي ما انا عايز، انا اللي بحدد الاورينتيشن بتاعته فيها. اوكي، فاول ما بتعمل كده انت خليك تقدر تخلي الفلكس بتاعك كونستانت والزاويه بتاعته موجوده، واقدر اتحكم في الارمتشر كارن بحيث ان انا اخلي التورك بتاعي يمشي زي ما انا عايز. فالكلام ده حديثا لا بقى موجود، وبقينا نستخدمه في الثلاثه فيز، لان خلي بالك
هو الثري فيز هتلاقي بيدي لك باور اعلى بكتير من السنجل فيز. فعشان كده الابلكيشن اللي هي محتاجه هاي باور بقى بتعمل دلوقتي ثلاثه فيز وبتعمل فلكس اورينتد كنترول او فيل كنترول على الموتور. ماشي الحال كده اهوت، خدنا توقعنا ايه اللي بيحصل. تعال نشوف لو انت قريت في اي حته هيجيب لك او ايه المعلومات اللي انت المفروض تكون عارفها بالنسبه للنوع ده من انواع او سبب. السيرفو موتور ممكن دي تبقى دي سي او دي سي الكلام ده. قال لك ده سبيشال ديزاين الكتريك موتور فور يوز ان فيدباك كنترول سيستم. بص كاتب فوق العنوان ايه، سيرفو موتور او ساعات بنسميه ايه الكنترول موتور، ده بستخدمه ككنترول عشان اعمل كنترول على السبيد او البوزيشن بتاع حاجه معينه. The power rating can vary from fraction of watt up to few hundreds of watt. ده زمان برضو دلوقتي لما بقيت اقدر استخدم الثري فيز او الدي سي الكبير لا بقدر توصل للايه بالكيلو واتس ما عندكش مشكله. They have fast response. ليه؟ لان هم كنترول فانا بيهمني التايم ريسبونس بتاعي. Which requires low rotor inertia. طب عشان low rotor inertia انا عايز ايه؟ انا عايز الطول يزيد وعايز الدايمتر بتاعتي يحصل له ان هو يقل. These motors are therefore smaller in diameter and longer in length. Both DC and AC servo motors are used as at present. They may be used for various applications such as robots, rather machine tools, tracking, guidance, حاجات كتيرة لها application كتير. The DC motor is specially designed separately excited DC motor with high armature resistance. The high armature resistance عشان الكيرف بتاعي زي ما احنا قلنا يكون شغال. While the AC servo motor is specially designed two-phase induction motor with high rotor resistance. The high rotor resistance عشان اخليه يبقى linear. واللي هو ال AC اللي هو two phase ده عشان اقدر اعمله من غير ما استخدم inverter، من غير ما استخدم complicated او more sophisticated control system. طب ال DC او ال equations اللي احنا كنا كاتبينها طلعناها لك وقدرنا ان احنا نشوف الايكويشن بتاعتك. اقدر اقول ان لو انت جبتها بتدريس الاوميجا يبقى الاوميجا بتساوي كونستنت ماينس كونستنت في التور، يبقى بوص ايه يبقى الاوميجا بتساوي A ماينس B مضروب في A في الاكس اللي هي التور بتاعك، يبقى الاوميجا بتساوي اوميجا نوت ناينس دلتا اوميجا. و تقدر انك انت كل ما بتغير التور بتاعك الاوميجا ببص الاقي ان بيحصل فيها تغير في السبيد بالشكل ده. او تقدر تجيبها بالطريقه الثانيه انك انت تجيب العلاقه بين التور سبيد اللي احنا برضه جبناها وقلنا انا اما بغير الفي وشفنا ان الفي بتاثر ازاي، الفي ما بتتغير الفي موجوده هنا وموجوده هنا، يبقى لما تنزل للنص وببص الاقي ان التور بتاعك بيتحرك. طبعا لو انت بتتكلم على الار اي، الار اي بتخلي الكيرف بتاعك يجي كده اهوت، لو انت بتتكلم على الفاي كل ما الفاي بتقل بتبص الاقي الكيرف بتاعك يبص. بس احنا دايما بنستخدم الارمتشر فولتج كنترول. يبقى ايه بيستخدم باي ارمتشر فولتج كنترول، دي المعلومه اللي انت عايز تعرفها. السيرف موتورز ار سيفر في اكسايتد دي سي موتور، عاده ما بجيش ناحيه الفيلد انا بستخدم الايه الارمتشر فولتج كنترول.
armature is designed to have large resistance so that the top speed characteristics are linear with having large negative slope. Large negative slope, I think it will be the speed of the slope. Changes in the armature voltage results in quick change in the position or speed of the bolt. في typical application بالنسبة للسيركو موتور ده عشان يروح للposition اللي انت عايزه بعمل ايه؟ انا بدي الريفرنس بتاعي هنا احط الفولتج دي سي والفولتج ده على الريزستنس الناحية دي قد الريزستنس الناحية دي الريزستنس الناحية دي والناحية دي موجودين فين؟ واحدة دايل انا بغيره والتانية موجودة على الشافت كل ما الشافت بيتحرك بيغير الريزستنس ماشي الحال كده اهو اوكي الريزيستنس لو دي قد دي بالظبط يبقى الفولت بتاع النقطه دي هو نفس الفولت بتاع النقطه باخد الاثنين دول بدخلهم على امبليفاير سيركت اوكي يعني تاخد الفرق بين الاثنين دول وتكبره لو الاثنين قد بعض مش هتدي فولت مفيش فولت رايح للنقطه الفولت بيساوي زيرو يبقى هو مش هيدفع ولا ماشي الحال كده اهو طيب ابتديت انا اديت ريفرنس معين رحت معلي ده لفوق شويه فبقى الفولت ده اعلى من الفولت ده هيبص الاقي ان هيديلك ارمتشر فولتج هنا اهو الارمتشر فولتج ده هيبتدي الموتور هو هيلف لغايه امتى؟ لغايه لما اللود يلف ويخلي الكلام ده يطلع لغايه فوق او ينزل لغايه تحت عشان يساوي الايه؟ الاثنين فولتج دول يساوي بعض اللي هو ايه؟ اللي هو الفيدباك كنترول سيستم العادي اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الريفرنس ودي نيجاتيف فيدباك من البوزيشن بي او بي اي او بي اي دي الموتور بالميكانيكال سيركت بتاعته اللي هي الانرشيا والفريكشن مش عارف ايه اللي انت خدتها في الكنترول المفروض الترانسفير فانكشن اللي انت خدتها في الكنترول المفروض انت تعرفها مش كده؟ راح بدي لك هنا هو البوزيشن بتاعي باخد البوزيشن وبعمل دي في الجيم هو ده اللي هو بيعمله بالظبط ده اللي هو بياخد ده اللي هو الاكسام بوينت وهنا باخد البوزيشن بعمل بيها في الجيم يبقى قرب ان انا شغال في طب الاي سي سيرفو بيشرح لك ان الاي سي سيرفو ده عباره عن ماشين عندها تو فيز الستيتور بيعمل لك روتيتنج ماجنتيك فيلد والروتر بتاعك اللي هو موجود بما ان هي تو فيز يبقى ده الزاويه زيرو وده الزاويه ناقص ده بحط عليه كونستنت فولتج وكونستنت فريكونسي وده بحط نفس الفريكونسي بس الفولتج بتاعك تقدر انك انت تزوده وتقلله لغايه ما يبقى بالنيجاتيف يعني من في لغايه ماينس في بما ان هو من بي لغايه ماينس بي وصل ان الدور بتاعك بيبقى من تي لغايه ماينس بي يبقى هو وصل ايه ده سكيماتيك ديجرام او ذا تو فيز اي سي سيرفو موتور از شلون ذا سيتر هاز تو ديستريبيوتد وايندنجز اللي هو نفس السيتر العادي بتاع الاي سي بس بتاع التو فيز بس انا بشغله على طول التو فيز شغالين يبقى احنا بنشغل كانه ايه؟ كانه بيرمننت كاباسيتور اوكي بس انا مش بستخدم الكباسيتور هو اللي عشان يديني الزاويه لا انا بستخدم الايه انا بستخدم فولت السورس والفولت السورس ده انا بغير القيمه بتاعته ماشي الحال كده اهو يعني زاويه السورس one of the winding is a reference phase and is connected to constant voltage source the other winding is control phase and is supplied with a variable voltage of the same frequency as the reference phase but the phase is based by 90 degrees okay electrical طبعا degrees وده تقدر انك انت تخليه بالبوزيتيف او نيجاتيف فبيخلي لك الزاويه 90 دي تبقى بلس 90 او 190 يعني كانك بتغير الفيز يبقى هو بيدي الدايركشن بتاعه طبعا الكيرفات دي بتبين لك ايه لو انا كانت الروتر ريزيستنس صغيره بيبقى السيستم بتاعك مع لينير لو انت عايز تخليه لينير بزود الروتر ريزيستنس تغير لما النقطه دي تبقى هنا اهوت او النقطه دي بقت هنا يبقى انا خليت السيستم بتاعك لينير يبقى انت بتغير الفولتج بتاعك من الشريط اللي هو بيجي لك كالكوليشن اوكي طب لو انا عايز اقلل الانرشيا اكتر بنعمل حاجه اسمها الكابلنج
الانيرشيا دي بتعتمد على الروتور، الوزن بتاع الروتور والديزاين بتاع الروتور. بص انا عملت ايه؟ هو الروتور بتاع الاندكشن ده عباره عن مش ده عباره عن السكوير كيج، والسكوير كيج ملفوفه حوالين لامينيتد ستيل. اوكي؟ واللامينيتد ستيل ده الفايده بتاعته ايه؟ تو بروفايد ماجنتيك باور. مش كده؟ طيب بس اللامينيتد ستيل ده حديد وليه وزن، حتى لو انت غيرت قللت الدايمتر وزودت الطول برضه ليه وزن. طب انا اقدر الغي وزن الحديد ده؟ قلت لك اه. انا هعمل هفضل السكوير كيج من النص وهعمل ده كانه كاب، كانه علبه كده اهوت، كانه كان اوكي مخرومه من الناحيه دي، الوش بتاعها شبه اوكي. طب الكوبايه اللي انا عاملها دي، معموله بالالومنيوم كلها من الالومنيوم اوكي، كلها من الالومنيوم، يعني كانها البارز الالومنيوم بقى. تقدر تعملها طبعا الالومنيوم بارز، يعني تقدر تفرغ فيها وتبقى خليها شكل سكوير كيج بالظبط. بس لو انت خليتها كلها من الالومنيوم وخليت الالومنيوم ده حطيت فيه ماتيريالز بحيث ان الريزيستنس بتاعته تبقى عاليه شويه، يبقى انا كبرت الريزيستنس بتاعته وخليته من الالومنيوم، او تخلي الالومنيوم ده رقيق جدا يبقى انا الثيكنس بتاعته تبقى قليله، يبقى انت زودت الايه؟ الريزيستنس بتاعته. طيب بس انا دلوقتي ما بقاش عندي ماجنتيك باث عشان الفلكس يمشي من السيت للروت ويعدي تاني للسيت. قلت لها خلاص انا هروح جاي كده وسط السيت، هروح اعمل عمود زين كده هو، والعمود ده بيبقى داخل جوه الكاب، يعني الكاب ده لابس في العمود. فبقى الجزء ده بقى ثابت ما بيتحركش، والجزء اللي بيتحرك اللي هو الايه؟ اللي هو الكاب بس. يبقى انا قللت كتير الوزن بتاعي، ما قللت الوزن بقى الانرشيا بتاعتي بقت افضل، الانرشيا بقت افضل ليه؟ لانها بقت اقل، يبقى التايم ريسبونس بتاعك بيبقى ايه؟ بيبقى اسرع. بس طبعا الموتور ده لو انت بصيت عليه هتبص تلاقي الميكانيكال ستراكشر بتاعه هو اضعف من الميكانيكال ستراكشر التاني. يبقى انت تتوقع ده هقدر استخدمه في الهاي باور ولا اللو باور؟ ده بيبقى اللو باور او اللو تورك ابلكيشن، ما يكون ايه؟ في واتس اقدر اعمل كده هو ده، يبقى الموتور سريع جدا، يعني الريسبونس بتاعه يقدر يقف ويرجع تاني بسرعه جدا، بس العيب بتاعه ان الريتش بتاعه بيبقى قليل. ماشي الحال كده اهو، فهمنا او فهمنا الكونستراكشن بتاعه عامل ازاي. يبقى انا الروتور بتاعي اهو شفت ماسك في الكاب ده، والكاب ده اللي هو بيعبر عن السكوير كيج، وده اللي هو الستيتور الحديد بتاع الستيتور، واضفت له جزء تاني اللي هو الحديد بتاع الايه؟ بتاع الروتر. بيبقى متثبت فيه ازاي الروتر؟ مين اللي متثبت؟ الكاب ده متثبت في حته الحديده دي ازاي؟ يعني تبقى الحب يعني ده ده الشفط. طب الشفط معمول ازاي؟ طبعا هتيجي من هنا اهو، يبقى في بيرنجز هنا اهو، والبيرنجز ماشيه ده ماسكه ده. طب البيرنج يعني معنى كده ان الروتور ماسك في بيرنج من ناحيه واحده بس، مش ماسك من الناحيه الثانيه. اوكي؟ انت ماسك عادي، يبقى لازم البيرنج دي تبقى جورنال بيرنج وتبقى كبيره شويه عشان تقدر تشيله عشان ما يلفش كده، وما تقدرش تعمل عليه فورس كده هو كتير. اوكي؟ عشان كده هو ده بيشيل ايه؟ احمال صغيره مش كبيره. بص الابلكيشن بتاعنا بقى ايه؟ انا المره دي حطيت اي سي فولتج، والاي سي فولتج ده بيعمل 90 درجه معدل. اوكي؟ بس انا بقى باخد الفولتج ده، باخد جزء منه، الجزء ده على حسب لو انا كده هو زيرو بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف ماشي الحال كده اهوت، يبقى الفولتج بوز والنيجاتيف ده بندخله على امبليفاير، الامبليفاير ده رقم اديني هنا اهوت، يبقى اقدر انك انت ايه تتحكم في الموتور ده يخليه يمشي يمين ويمشي شمال زي ما انت عايز. بعد كده بنقول لك ان الايه؟ ان الاي سي موتور اللي هو 3 فيز، لو انت عندك باور عاليه بستخدم 3 فيز اي سي موتور، بس في الحاله دي لازم اعمل ديكابلينج بين الفلكس بتاع الستيتور والفلكس بتاع الروتور. لما بعمل كده عن طريق الفيلد اورينتد كنترول بوصل ان التور يتناسب مع الفلكس بتاع الستيتور مضروب في الفلكس بتاع الروتور مضروب في صحيح الزاويه اللي هي 90 درجه نتيجه الايه؟ الفيلد اورينتد كنترول اللي انت عملته.
بس طبعا ده بيتطلب سوفيستيكيتد كنترول، يبقى انا محتاج انفرتر ومحتاج حاجه تعرف الروتر بوزيشن موجود فين. عاده بنعرفها عن طريق الروتر بوزيشن. اوكي، يبقى اقدر اعرف الروتر بوزيشن بتاعك موجود فين، اقدر اعمل كنترول. في واحده من البروبلم دي بتدي لك الايه، ان الاوميجا بتساوي اوميجا نوت ماينس دلتا اوميجا، والاوميجا نوت دي بتتناسب مع الفي، لو الفي بقت 75% يبقى الاوميجا نوت تنزل 75% اللي هو الكيرف ده. لو الفولت نزل 75% بقى ينزل ليه ل 75% وهكذا. ماشي، فاهم كده اهو. في نوع ثاني من انواع الموتور احنا اتكلمنا عليه، او قلنا لك حاول تقرا عليه المره اللي فاتت. مين قرا عن الاسيس اللي فهمته؟ هو على حسب ما فهمته ان هو اتنين سلندجر اتنين استونتين جوه ملفوفين جوه بعض على الشفط. الماده اللي جوه بتبقى غالبا مخليها الومنيوم، ما بتاخدش مجال، ما بتخزنش جواها مجال مغناطيسي، بتبقى بقى كهرباء، بس لازم تكون كهربائيه، فبنحطها الومنيوم. الماده اللي بره بتكون لا بتخزن مجال كهربائي يعني، بس المهم ان هي تبقى ايه، تبقى ماده يعني سوليد يعني. اللي بره الماده اللي بره بتخليها تخزن مجال مغناطيسي، يعني ماده ماجنتيك بتاعها عالي، لازم الكيرف بتاع الهيستريس بتاعها يكون عالي عشان تحتفظ بالمجال شويه. الهيستريس كيرف بتاعها يعني الهيستريس لوسز بتاعتها عاليه بالظبط. تمام. بيبقى في هي ميزتها ان هي سيلف ستارتنج، عشان هي بتشتغل في الاول اكنها اندكشن يعني. بتبقى مش اشكالها اندكشن، بس مش كده. هو الاي دي كارنت بيخليها تشتغل اكنها اندكشن. دي حاجه ثانيه زياده. ماشي، بس كويس كويس، معلومات حلوه. ان هي فيها وان فيز بتعمل بتخلي ال وان فيز، ما هو في اكزيلري معاها. هو ده اللي انا شفته. ماشي، اوكي كمل. اللي انا شفت ان هي وان فيز ومعاها اكزيلري ثاني، بتعمل بولاريزيشن للماده اللي هي الهيستريز، اللي هي الهايست يعني، هي بتحط لها ماجنتيك فيلد، فبتعمل بولاريزيشن للاسطوانه دي. بتعمل لها بولاريزيشن، واحده موجب او ان نورث وساوث. فلما بعمل روتيتنج ماجنتيك فيلد، المفروض الهيستريز بترجع عكسيه، بس عند منطقه الصفر بيكون الكيرف واقف فوق شويه، فبيبقى في بولاريزيشن بيبدا يشدها، يعمل لها كابلنج يعني، بيبدا يشدها معاه وتمشي اندكشن شويه لحد ما توصل للسنكرونس سبيد، بتخلي الهيستريز الايدي خلاص ركنها على جنب، والهيستريز هي اللي بتتحكم بقى في ال ممتاز يعني. في بتاع بعض المعلومات كده هو مشوشه شويه، بس لا ممتاز انك انت جبت معلومات كتير. ماشي كويس. حد تاني اراء؟ طب تعالى ايه، ناخد المعلومات بتاعته دي ونبتدي ان ايه، نشوف ننمقها شويه كده اهوت، عشان نقدر ان احنا نستوعب. هو الهيستريز موتور ده هو عبارة عن الستيتور بتاعه، هو كل فيز اي سي ماشين. كل فيز بقى عايز تقول 3 فيز، عايز تقول 2 فيز، عايز تقول سنجل فيز، وبتحط له كاباسيتور ستارت، كاباسيتور ران، او كاباسيتور بيرمننت كاباسيتور، اعمل اللي تعمله، المهم اعمل لي روتيتنج ماجنتيك. هما كان بيقول لك على الاوكسيلري، ما هو الاوكسيلري ده بتاع ايه، عشان ايه؟ عشان يبقى فيه روتيتنج ماجنتيك فيه، او لو ما فيش روتيتنج ماجنتيك فيه مش هيلف. اوكي، فانا جبت الستيتور بتاعي اللي هو هيعمل لك روتيتنج ماجنتيك فيه، ورحت جايب الروتور بتاعي الالومنيوم شافت كده اهو، اللي هو بيقول عليه زميلك بيقول عليه. اوكي، وده مدين حاجه في النص عشان امسك عليه، وعملته من الالومنيوم عشان يبقى الوزن بتاعه يبقى قليل، فالانرشيا بتاعته تبقى اقل ما يمكن. اوكي، ورحت جاي هنا
عملت ماتيريال تانية الهايستريسيس لوب بتاعتها كبيرة. يعني ايه الهايستريسيس لوب بتاعتها؟ نعم، دي عارفين الماتيريال بتبقى العلاقة بين البي اتش كيرف بتاعها، او عايز تقول ده عليه دي، عايز تقول عليه فاي، ده عايز تقول عليه الامبير تيرم، ده عايز تقول عليه الاتش، دي لما تسميه بقى لما المقفل اللي انت بتحطها عليه اللي انت بتنمط بيها يعني وسيله المغناطيس. اوكي، الماتيريالز بتنقسم الى انواع بتعتمد، او تعالى نشوف القصه دي من الاول جت ازاي. اي ماتيريال فيروماجنتيك ماتيريال عباره عن مجموعه من الدايبولز، مجموعه ماجنت صغيرين كده هو كتير قوي، خلاص ده مليان ماجنت، كل واحد فينا عباره عن ماجنت نورث ساوث. احنا سايبينكم راندوم فكلكم بتتكلموا مع بعض، اوكي، فنورس ساوث وانت نورس والناحيه الثانيه ساوث، فاحنا باصين لبعض، فالمحصله بتاعت الكلام ده كله في كوكات كل زيرو. طب عملت اكسايتيشن بس جاي هنا هو اول اثنين بصوا، زودت الاكسايتيشن اللي وراهم بصوا، زودت الاكسايتيشن اللي وراهم وهكذا، رحت زودت خليت الكيرف بتاعي لغاية لما وصلت لمرحلة الساتيريشن اللي هي كل الناس بقت بتبص قدام، مهما زودت الاكسايتيشن مفيش أي فلكس زيادة هيزيد أو فلكس دنسي هيزيد. ماشي الحال كده أهو؟ أوكي؟ طب جميل جدا. طب شلت الاكسايتيشن. لما شيل الاكسايتيشن الفلكس هيقل. طيب تخيل كده إن إحنا موجودين في الفضاء، في الفضاء ما فيش هواء حوالينا، ما فيش اي فريكشن ولا اي حاجه، او عشان نشبهها بحاجه انت شايفها ان كل واحد فيكم قاعد على كرسي، الكرسي ده بيلف، فهو كل اللي هيعمله بعد ما خلص المحاضره راح عامل كده اهو وقعد يتكلم مع زميله فين. تخيل بقى ماتيريال ثانيه، لا احنا حطيناك في كرسي بس الكرسي ده ما بيلفش، مش مشكله حلف زي ما انت لف كده اهوت، ورحت كلمت هزحلق على الكرسي، ايه المشكله يعني؟ قلت لك طيب احنا هنحط ميه هنملى الكلاس ده ميه، بقى في فريكشن اكتر عشان تلف، طب زيت بقت اكتر، طب صبيت جبس هيحصل ايه؟ هتبص تلاقي او اخر اليوم انت الانرجي بتاعتك ضعفت، فبقيت مكسل انا لسه هشيل الكرسي والف، او حطيت جبس، ده المثل الاكبر، اما حطيت جبس ايه اللي حصل؟ بصيت لايه؟ ان الماتيريال دي اللي هي الاولانيه اللي هي حطيت ميه او زيت بقت كده اهو، لغايه لما نزلت الاكسايتيشن في خمسه سته كده فضلوا باصين لقدام طنشهم، عشان اخليهم يرجعوا يبصوا ورا كان لازم اعمل اكسايتيشن في الناحيه الثانيه، لازم اقف ورا واعمل اكسايتيشن، ابص الاقي ايه؟ يبتدوا ان هم عايزين لغايه حصل ساتيريشن، أشيل شوية هيتخلفوا، يتخلفوا عشان كده بنسميه منحنى التخلف المغناطيسي، يبقى الفلكس بيتخلف عن الايه؟ عن الفولت. طب بعض الماتيريال اللي هي بقول لك ايه؟ لو انا حطيت جبس بقت عامله كده. انا شلت الاكسايتيشن، يعني بعد ما عملت الاكسايتيشن كاني ثبتتهم. ماشي الحال كده اهوت. وبعد كده اهوت لما انا عملت الاكسايتيشن من ورا الناحيه الثانيه ما سالوش فيا. بس لما انا هددتهم اللي مش هيجي خلاص انا هفصله. اوكي؟ كل واحد كسر الجبس اللي حواليه ولف الناحيه الثانيه. يبقى لما بتوصل لهنا للبريك بوينت بص لقيت ايه؟ توصل للبريك بوينت ترجع لهم. دي المواد اللي بنعمل منها الكوبس الكوبالت مثلا، ده بنعمل منها البيرمننت ماجنت. اوكي؟ فانا بمغنطه، يعني بجيب الفاودر دي وبلبسها وبعملها بطريقه معينه، وبعدين بمغنطه من ناحيه معينه، بمغنطه جامد، فخلاص اتمغنط. بشيل الاكسايتيشن اللي انا حاططها بيفضل الفلكس بتاعه موجود زي ما هو.
شيفت الامبير كيرف، فضل الفلكس زي ما هو ما نزلش بزيرو ما اتغيرش. طب حطيت عليه فلكس عادي حافظ على الفلكس بتاعه، بس لو انت عملت بريك داون حصل وصلته لغايه البريك داون وعملت اكسيتيشن زياده عن اللزوم حصل له ديماجنتايزيشن، راح نازل الكيرف بتاعه ايه؟ راح للايه؟ للناحيه الثانيه. ماشي الحال كده اهو. تعالى بقى ايه؟ نتابع الكيرف ده ستيب باي ستيب. انا ده الفلكس اللي بيعدي الاولاني بتاع الاستيتر. الفلكس بتاع الاستيتر بيزيد لغايه الماكسيمم، وصل ده لغايه الماكسيمم. يبقى هنا كان الفلكس بزيرو وصل لغايه الماكسيمم، سيبك من اول سايكل. اوكي؟ فبقى ده هنا. اوكي؟ نزل لغايه زيرو. هل انا نزلت لزيرو؟ عمال بيمشي للنيجاتيف، يعني وصل لهنا. هنبتدي من النقطه دي. ليه سبتك من اول سايكل؟ لان اول سايكل انا ماشي هنا. اوكي؟ فانت مالكش دعوه من اول سايكل، لان اول سايكل دي انت مش هتشوفها. لان انا بعملها اول ما بتبقى الماتيريال دي انت مناطق اول مره خالص. اوكي؟ طيب بعد ما اصنع مناطق انا هنا وصلت ده للزيرو. الكيرف ده الفاي كان فين؟ كان في الماكسيم. وبعد كده مشيت في النيجاتيف. امتى ده طلع للزيرو؟ لما انا مشيت في النيجاتيف فتره طويله، يعني ده شايف ايه؟ يبقى ده وصل لزيرو بعد فتره من ده بقى من النيجاتيف على بال ما ده وصل لزيرو. وبعد كده هو صحيح راح يعمل كده اهو. طب ايه اللي حصل هنا؟ يعني معنى كده ان الفلكس ده بيتاخر عن الفلكس ده. وده اللي هو الامبير تيرم بتاع الاستيتو اللي هو روتين الفيل. هبص الاقي ده بيمغنط الماتيريال دي، بس المغنطه بتاعت الماتيريال دي ما تبقاش سينكرونايز مع دي بتبقى متاخره عنها بشويه. مش كده؟ متاخره عنها بشويه، يعني هبص الاقي ده بيبقى عامل كده اهو. طب متأخرة عنها بزاوية بتساوي كام؟ أنا عندي دي ماتيريال ودي ماتيريال تانية، مش كده؟ هنا أنا عشان ده يوصل للزيرو كنت رحت نيجاتيف كتير ولا نيجاتيف حاجة بسيطة؟ حاجة بسيطة، يعني الزاوية دلتا هنا أصغر من الزاوية دلتا هنا، مش كده؟ يبقى الزاوية دلتا دي بتعتمد على التورك أو الكرنت أو الفولتج، ولا دي بتعتمد على الماتيريال هيستريسز لوب بتاع الماتيريال؟ دي بتعتمد بس سولي على الهيستريسز بتاع الماتيريال، ما بتعتمدش على الابلكيشن ولا الفولتج ولا الكرنت ولا الفلكس بيساوي كام، ما بتعتمدش على حاجة من دول خالص، بتعتمد بس على الماتيريال بتاعت الهيستريسيس ماتيريال بتاعتك دي، البروبرتيز بتاعتها، الهيستريسيس لوب بتاعتها شكلها ايه. ماشي الحال كده اهو. طيب جميل جدا. كل لما ازود الفولت واقلل الفولت، كل لما الفلكس بتاع الاستيتو ده بيزيد او بيقل، مظبوط؟ الماكسيموم بتاعه بيزيد او بيقل. يعني كل لما ده بيزيد اهو، ما انت ممكن الكيرف ده يبقى كده وممكن يبقى كده. هو مغير الايه؟ الماجنتيود بتاعي. ماشي الحال كده اهو، يعني وصلت الغلط اقل شويه وبعدين ايه؟ رجعت تاني.
يبقى انا التورك بتاعي ببص الاقيه يتناسب مع فاي بتاع الستيتس، فاي بتاع الروتر مضروب في ساين الزاويه دي. ساين الزاويه دلتا دي كونست. الفاي بتاعت الستيتر بتعتمد على الفولتج اللي انت حاطه على الستيتر، ما هو ده اللي هيمشي الكرنت، والكرنت اللي هيعمل امبير كيرف تعمل فلكس في الستيتر كده، والفلكس بتاع الستيتر هو اللي هيمغنط الروتر، يبقى هو اللي هيعمل امبير كيرف في الروتر، يبقى هو اللي هيحدد الماكسيمم فلكس بتاع الروتر بره. فهتلاقي التورك بتاع الماشين دي بيتناسب مع الفي سكوير مضروب في الايه؟ في الساين بتاعه. لكونستانت فولتج التورك بتاعي كونستانت ولا فاريبل؟ مش كده؟ فميزة الموتور ده بيديلك constant torque hysteresis torque من zero speed لغاية synchronous speed. إيه؟ طب أول ما بوصل للsynchronous speed بيحصل إيه؟ أول ما بتوصل للsynchronous speed هل أنت هتمشي على hysteresis loop؟ هل الحكة مع التعفوز ده واقف بس؟ فانت مغنطته بطريقه معينه وبعد كده ده بيمشي، يعني انت بعد ما مغنطته يعني انت ابتدى الفولت يزيد يزيد يزيد، رحت انا الفلكس بيزيد يزيد يزيد خلاص، فبقوا مغنطين قدام بعض. لو انا كنت في ضغط ثابت كانوا هيكونوا مغنطين قدام بعض، لكن عشان ده الـ يبتدي ان هو يتغير يبقى لازم ده يبتدي ان هو يتحرك شويه، مش كده؟ يتحرك شويه يعني ايه؟ يبتدي يقل 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 لغايه لما بيساوي زيرو، بعد كده هو يبتدي يزيد الناحيه الثانيه، يقوم يجي النورث قدام الساوث مش قدام الايه؟ مش قدام النورث. ماشي الحال كده اهو؟ اوكي؟ طب لو انا وصلت للسنكرونس سبيد هبص الاقي ان كل حته الهيستريسيس لوب دي مش هتتعمل، النورث هيفضل نورث والساوث هيفضل ساوث بالنسبه للايه؟ بالنسبه للروتور. والماشين كلها بتمشي بالسنكرونس سبيد. ده تحول لايه؟ لنوع من الموتور احنا عارفينه اللي هو ايه؟ اللي هو بيرمننت ماجنت سينكرونس ماشين. ده بقى بيرمننت ماجنت سينكرونس ماشين. طب هو اول ما بقى بيرمننت ماجنت سينكرونس ماشين هيبتدي الزاويه دلتا بتاعته دي هتساوي كام؟ ابص الاقي الزاويه دلتا بتاعته دي تبتدي تعتمد على اللود ده. انت هتحط لود قد ايه؟ تبتدي الزاويه دلتا دي تقل وتبتدي الزاويه دلتا تزيد. وبص الاقي ان الماشين دي التورك سبيد كاركترستكس بتاعتها عامل ايه؟ عند النقطة دي أنا شغال ايه؟ سينكرونس أو بيرمننت ماجنت سينكرونس ماشين. والتورك يتناسب مع الساين دلتا. طب من هنا لهنا ده شغال ايه؟ التورك هايستريسس. ايه ده التورك؟ ده موتور مهم جدا. ده يقدر it can accelerate any load below ايه؟ النورمال لود بتاعك. يعني لو انت الريتد اللود بتاعك مثلا 15 نيوتن متر خلاص حطه عليه، حط الفول فولتج، هو هيأكسلريت اللود ده من زيرو لغايه الايه؟ السينكرونس سبيد. غير الاندكشن. بص الاندكشن عامل ازاي؟ انت لازم صحه الستارتنج تكون اقل من التورك ده، بس اول ما توصله هنا هو تقدر تزود التورك زي ما انت عايز مفيش مشكله. لكن ده تقدر انك انت اذا كان اكسلريت اني لود حتى لو الانرشيا بتاعته عاليه هيحط عليه الفول تورك كونسبت تورك من زيرو لغايه لما، لان التورك بيتناسب مع ايه؟ مع في سكوير اللي هي الفولتج اللي انت حاطه ده بتساوي كونستنت مضروب في ساين دلتا، وساين دلتا بتاعت الهاي سبيسز دي كونستنت. ماشي الحال كده اهوت؟ اوكي؟ تمام؟ بس الهاي سبيسز ماتيريال دي عباره عن الكتريكالي بقى كوندكتنج ماتيريال. انت اللي في النص ده انت حطيته الومنيوم ليه؟ انت عايزه مش عايزه حديد، انا عايزه نون فيرس ماتيريال. ليه؟ لان لو هو بقى فيرس هبص الاقي المجنت ده بدل ما يتفاعل مع ده ويعدي الاير جاب، والاير جاب ده بالنسبه للفلكس دي حاجه سيئه، ده ريلاكتنس عاليه مش كده؟ هروح ماشي كده. فرحت حاطط هنا نون فيرس
ماتيريال. نون فيروس ماتيريال يعني ايه؟ يعني حاجه تخلي ده ارجاب، لانه ارجاب. بس طبعا لو عملت ارجاب هيبقى هولو، مفيش كونستراكشن، مفيش شافت هيقدر يمسك فيه. فروحت عنده ايه؟ عايز تعمله خشب يعمله، عايز تعمله نحاس يعمله، عايز تعمله، المهم النون فيروس ماتيريال، حاجه مش ما تعديش نون ماجنتيك باث، مش عايز اعمل ماجنتيك باث، ماشي الحال كده اهوت، بس عايز ماتيريال صلبه وعايزها خفيفه. فعشان كده هم عملوه ايه زي ما انت قريت من الالومنيوم، فعلا احنا عملناه من الالومنيوم بس مش عشان يبقى كوندكتيف. اوكي طيب، لكن الماتيريال دي في حد ذاتها هي كوندكتيف، هي الكتريكال، هي فيروس ماتيريال وكوندكتيف ماتيريال، هي مش ده النحاس يعني، هي الريزيستنس بتاعتها عاليه. اوكي بس هي كوندكتيف. طب بما ان هي كوندكتيف، مش دي كانها سكويرل كيج في infinite number of bars، مش كده؟ طب والريزيستنس يعني ده كانها سكوير كيج، يعني في اندكشن تورك كده، مش كده؟ اللي هو مسميه لك ايدي كارت. اوكي طيب، بس احنا بنقول الريزيستنس بتاعتها عاليه ولا قليله؟ عاليه. عاليه يعني معنى كده ان الكيرف بتاعها عامل ازاي؟ عامل كده، مش كده؟ رحت حطيت هنا تورك اضافي اندكشن تورك، يبقى انت مش بس بقى تقدر تاكسلريت ان تورك الخاخره الفول تورك من زيرو لغايه الماكسيمم، لا ده بعد الستارتنج كمان التورك بتاعها بيزيد. اوكي فبتاكسلريت اللود بتاعها بسرعه. اوكي يبقى اكسلريت اللود بتاعها بسرعه من زيرو لغايه الايه؟ السنكرونس سبيد. بتاكسلريت بتورك بيساوي ايه؟ الهيستريسيس تورك زائد الاندكشن تورك، او ساعات بنسميه الايه؟ الايديت كارنت ايه؟ تور. يبقى عند الستارتنج بتبقى من زيرو لغايه السنكرونس سبيد الايدي كارنت زائد الهيستريس. طب اول ما بوصل للسنكرونس سبيد، هل اي حاجه من الاثنين توركس دول موجوده؟ لا، ما انا ما بعملش هيستريس لوب. انا بعد ما انط ده خلاص ده هيفضل بقى نص وهيفضل نص والستارت هيفضل ستارت، واللود انجل هي اللي بتبتدي تتغير لان انا بقيت اتحولت الى ايه؟ سنكرونس بيرمننت ماجنت سنكرونس ايه؟ سيكونس. ماشي الحال كده اهو. اوكي فهمنا نوع الموتور ده بيشتغل ازاي. فاكر زمان لما كنت بقول لك السينكرونس موتور ده كنا بنعمل ده كان سيلف ستارتنج؟ لا، فعشان اخليه سيلف ستارتنج كنت بعمل ايه؟ بارز. كنت بعمل بارز سكويرل كيج. دلوقتي كانت هي دي بقى. فاكر زمان كنت قلت لك ايه؟ مش دي الطريقه الوحيده، في طريقه ثانيه هناخدها بعدين. ايه الطريقه الثانيه؟ ان انا احط هيستريسيس ماتيريال. لو انا حطيت عليها سيزيز ماتيريال يبقى انا اقدر ان انا اوصل بيه من زيرو تورك الارض يبقى ايه؟ فبيرمننت ماجنت سيلف ستارتد تورك. ماشي الحال كده اهو. هو مش بيشتغل على طول بيرمننت ماجنت، هو بيبتدي كانه هيستريسز واندكشن مع بعض لغايه لما بيوصل لغايه السينكرونس، وعند السينكرونس بيقلب لايه؟ بيقلب لبيرمننت ماجنت. ماشي الحال كده اهو. تعالى دكتور. طب المادة الألومنيوم اللي هي اللي جوه ديت مش برضو اكن الناس كل الكيج، بس هي بعيدة شوية. بعيدة شوية، بس انت بقى من فوق بقى هو ده اللي بيدي لك التورك الأعلى. انت ان الفورس، لو انت عندك قرص كده هو الفورس اللي هنا تبقى اكبر ولا الفورس اللي بره أعلى ده؟ يعني مش هو ده الغرض منها. لو هو ده الغرض منها ما كنتش هتعملها من الألومنيوم، كنت هتعملها من مادة تانية بتاعتها أعلى. بس برافو انك انت في حاجات كتير قدرت انك انت تفهمها. يقول لك هايستريسيس موديل يوتيلايز ذا بروبرتي اوف هايستريسيس اوف ماجنتيك ماتيريالز تو ديفلوب تورك، يعني بيستخدم البروبرتيز بتاع الهايستريسيس عشان يبني التورك. They have same state of construction of induction motor او synchronous او اي حاجه اللي هي الثلاثه فيز، يعني عايز روتيتنج ماجنتيك فيلد. The rotor is a solid hard magnetic material with no teeth or winding. اما يبقى ما عندكش ولا تيس ولا winding، ما بيبقاش فيه فريكشن مع الهواء، بيبقى الوزن بتاعه يبقى قليل، يبقى الانرشيا بتاعته بتبقى ايه؟ اقل من الهواء.
When the sleeper winding is excited, a rotating field is set up in the air there. The rotating field magnetizes the rotor. You can feel that by magnetization of the rotor, owing to the large hysteresis losses in the rotor, عشان large hysteresis losses, فببص الاقي المجنت بتاع الروتر بيتاخر شويه عن المجنت بتاع الستيتر. بيتاخر بزاويه دلتا، والزاويه دلتا اللي هي بتبقى عباره عن اللون انجل اللي احنا قلنا لك هي بتيجي ازاي، واللون انجل بتبقى ثابته زي ما احنا شفنا، بتعتمد بس على ايه؟ على تسليس التوب بتاع الماتيريال، على نوع الماتيريال دي ايه هو. اوكي؟ يبقى ذا ماجنتيك فلكس ديبندز ديفلوب ان ذا روتر لاكس ذا ستيتر ماجنتيك موتيف فورس اللي هي الام ان اف باي انجل اللي هي the greater the loss due to hysteresis, the larger the angle between the magnetic axis of the rotor and the stator. The rotor poles tends to align themselves with those of the stator with a finite pole called hysteresis pole. إذا طول يتناسب طبعاً مش إيكوال يتناسب مع الفاي روتر فاي ستيتر ساين يساوي دلتا، لأن يخش فيها الأبعاد بتاع الموتور يخش فيها نمبر اوف تيرنز زي ما أنت كنت بتقول إن التورك بتاع السينكرونس أو الإي بتاع السينكرونس بيساوي 4.44، دي مبنية على حاجات، والتي فيز مبنية على حاجات، وبكي ده دي كلها كونستنس، كونستنس بتاعة الموتور، أوكي؟ مضروبة في الفاي، مضروبة في الـ أو الـ الفي على الأهمية دي اللي هي عبارة عن الفاي بتاعة الموتور. طيب يبقى ده بيساوي كونستانت مضروب في الفاي روتور فاي ستيتور ساين دلتا، او يتناسب مع الفاي ستيتور فاي روتور ساين دلتا. ساين دلتا دي بتعتمد على الهيستريسيس ماتيريال، ودي ما بتتغيرش الا بالبروبرتيز بتاعت الهيستريسيس ماتيريال. الفاي روتور او الفاي ستيتور الاثنين بيعتمدوا على بعض، والاثنين بيعتمدوا على الفولتج اللي انت حاطه، الفولتج والفريكونسي. مش احنا خدنا الفاي بيساوي في على اف، خدتوا حاجه اسمها في على اف كنترول او سمعتوا عنها؟ ده انا بقول ايه؟ فاكر في الايكويشن بتاع اي دي سي ماشين ترانسفورمر بقى اندكشن بالظبط اللي هي في بدل اي حاجه في معلش بتساوي 4.44 مضروب في التي فيز في التي دبليو اما بتغير الفولت او تغير الفريكوانسي بوصل ان الفلكس بتاعك يبتدي ان هو يقل او يقل او يقل. والتيبيكال توب سبيد كاركترستكس اوف ذا هيستريسيس موتور از شون ان فيجر. في بعض الكتب هتبص تلاقي ايه؟ لا هو عاملها كده. بس احنا عرفنا ان الحته دي نتيجه لايه؟ نتيجه ان هو بيشتغل اندكشن لو في ريلاتيف سبيد بتوين السينكرونس سبيد وبين الايه؟ وبين اشتغل الاندكشن بريزيستنس عاليه يعني الدرب بتاعه بيبقى مائل كده ماشي الحال كده اهوت، واللي في الحته دي شغال عباره عن اندكشن زائد هيستريسيس، واول ما بيوصل للان اس بتاعتك ببص الاقي ان هو بيشتغل بس في ايده ايه؟ كانه سينكرونس ماجنت موتور، وكل ما بتغير التورك بيساوي ايه؟ الدلتا بتاعتك بتبتدي ان هي تتغير. وسفيكس applied voltage, the hysteresis torque remains almost constant over the entire speed range up to the synchronous speed because of the rotor angle delta essentially depends on the rotor material. يبقى زاوية دلتا دي بس بتعتمد على الروتور material. However, with the influence of eddy current torque, eddy current اللي هو الاندكشن تورك اللي هو نتيجة ان الجزء اللي بره ده electrically conducting يبقى انا اقدر اعتبره كانه سكوير الكيج بريزيستنس عالي فبيعمل لك ايه؟ اندكشن. ايدي كارنت تور a slight reduction in the total developed torque is observed as the motor speed increase. يعني يبقى هنا بيبقى اعلى من هنا، او من هنا تقدر تقول ايه؟ ان انا زاد عندي جزء من التورك اللي هو بتاع الايدي كارنت تور او الاندكشن.
synchronous field is achieved, the motor adjusts its rotor angle delta so that the required torque can be developed by the motor. يعني أول ما توصل للsynchronous field خلاص تساوي دلتا تقدر إن هي تتغير على حسب الإيه؟ يعني تساوي دلتا تقدر تقل أو تزيد لغاية الماكسيموم بتاعها أكتر من كده هو الاندكشن هيساعدك لو أنت أكبر من الاثنين هيبقى في الموتور طبعا. The starting torque is never a problem. يبقى بالنسبة للموتور ده هل هو عنده مشكلة في الستارتنج؟ لا، وبتعمل له أي وسيلة للستارتنج؟ لا ما بتعملوش، أنت بتحطه وهو بيشتغل وما عندكش مشكلة في الستارتنج. Assisted motor can accelerate a high inertia load from standstill to synchronous speed. يعني لو هو قدر إن هو يحركها في الأول يبقى هو هيوصلها للإيه؟ للسينكرونس سبيد. مش حاجة اسمها إيه؟ حاجة لغاية قبلها يقف أو لا. لأن التورك عند السينكرونس هو يساوي لو أنت أهملت الإيدي كرنت أو أعلى الستارتنج أعلى من الإيه؟ من الفورورد. مش الحال كده هو؟ فهمنا الموتور ده بيشتغل إزاي؟ وفهمنا الفكرة بتاعته وفهمنا دي بيبقى في زاوية دلتا والزاوية دلتا اللي هي بتعتمد بس على نوع الايه المناخ. ماشي الحال كده اهو. حد عنده اي سؤال بالنسبة للكلام ده؟ احنا ست محاضرات خدنا فيهم حوالي 8 انواع من الموتور. طبعا السؤال المعتاد طب هو الامتحان وهنعمل ايه ما تقلقش من الامتحان، مش هو ده الأصل. لو انت فهمت الدنيا ماشية ازاي هي الكورس ده، يعني انت خدت قبل كده كورسات ماشية، في كل كورس خد كم نوع من انواع الماشية؟ واحد اثنين بالكتير، يعني مش كده خدت ترانسفورمر ودي سي مثلا، وبعد كده خدت سيكونس لوحده كده، خدت اندكشن لوحده، والدنيا كانت مرحرحة مش كده. انت هنا انت او ما ست محاضرات خدت ثمان، انا ده اكتر من موضوع بتاخده في المحاضره يعني. فطبعا الدنيا بقت مختلفه، بس هل احنا هنا بنخش تو ماتش ديتيل؟ لا، ما بقناش بنخش تو ماتش ديتيل. انا عايزك انك انت زي ما زميلك ارى حاجه وقدر ان هو يفهمها، ممكن بعض المعلومات مشوشه شويه، يعني مثلا ايه ما لاحظش ايه هو الاوكسيلري، عشان هو عايز يشغله سنجل فيز. فلو انا عندي سنجل فيز ما ينفعش استخدم كويل واحد، ما لو كويل واحد ما بقاش عندي روتيتنج ماجنتيك فيلد، فطب عشان اعمله روتيتنج ماجنتيك فيلد ايه لازم يبقى عندي اوكسيلري. طب لو انت هتستخدم سبلاي مختلف اعمل زاويه 90 ما عنديش مشكله. طب لو انا هستخدم نفس السبلاي يبقى لازم انا اللي اعمل الفيز شيفت من عندي. طب انا هعمل الفيز شيفت ده هيفضل على طول ولا انا عايزه في وقت ووقت؟ لا عايزه يفضل على طول. يبقى انا هستخدم، لو انت بصيت بعض الكتب او بعض مراجع تاني هقول لك ايه ده دايما بيبقى لو هو سنجل فيز، يعني طب مش ثلاثة فيز بيبقى بيرمان سبليت كاباسيتور. طب اعمل ديزاين للبيرمان سبليت ان هو يشتغل امتى؟ يدي لك البيرمان سبليت ده تقدر تعمله ديزاين على حاجتين، اقدر اصمم الكاباسيتور عند الرن او عند الستارت او حاجه ما بين الاثنين عشان اعمل كومبرومايز. طب على حسب ايه هتعمل ديزاين؟ بالابلكيشن. ابلكيشن دي هاي ستارتنج تورك، يعني عندي بوابه وبفتحها وبعد كده ارجع اقفلها، يبقى انت اللود بتاعك عند الستارتنج هو ده المشكله اللي عندك. فانا هخليه يعمل 90 درجه ويبقى الفي بتاعت الاوزيل اللي بيساوي الفي بتاعت المين عند الستارتنج. اوكي. طب لو هو موتور انا بشغله بيفضل شغال على طول، لا انا هعمل الكلام ده يبقى عند الايه؟ عند الرننج هو اللي يعمل الكلام ده. نشيل حاجه كده اهو. طب النوع ده من انواع الموتور، هل الكاباستور بيختلف قوي بين الستارتنج وبين الران؟ لا، هو مينلي سينكرونس مش اندكشن. اللي كان بيخليها الدنيا تختلف بين الران والستارت في الاندكشن ايه؟ الروتور سيركت. ما الروتر سيركت الفريكوانسي بتاعتها بتختلف، يبقى الار والال بتاعتها يعني الباور فاكتور بتاعها عماله بيختلف كل شويه. هو ده اللي كان عامل لك المشكله، الار على اس هي دي اللي كانت عامله لك المشكله، يعني الباور فاكتور بتاعه الفيزا الثانيه مش زي يعني مش كونستنت. مظبوط؟ يعني انا احط قيمه كاباستور في الاول عند الستارتنج الار على اس كانت قيمه، ولما مشي بقت الار على اس بقت قيمه ثانيه، يبقى انا عايز اندكتنس مختلف. لان
فهمت المشكله كانت فين؟ طب بالنسبه لهنا انا ما عنديش دايره في الروتور، ماشي في الدايره بتاعت الاندكشن، بس شوف احنا لما جيت انا تعمدت ارسم لك الرسمه دي، بص ده قد ايه وبص ده قد ايه، يعني هو ميديا عباره عن ايه؟ ميديا عباره عن سينكرونس او الهيستريسيس، هو الجزء بتاع الاندكشن قليل مش كبير، فانت تقدر تعمل الديزاين بتاعك بحيث هتبص تلاقي الاثنين قريبين من بعض، بس برضه انت ما تيجي تعمله عند الايه؟ عند الران كونديشن بتاعتك، هي دي اللي انا عايز من الموتور ده يبقى يعمل 90 درجه ويدي لك الماكسيمم بتاعه، خلاص؟ يبقى كل الغرض من اللي زميلك كان بيقول عليه ان هو لو كان سنجل فيز، طب لو هو 3 فيز خلاص ما عنديش المشكله دي خالص، لكن هو مش لازم يعني حكايه بقى اوكسيلري ومين، لا مش هادي ماشي الحال كده اهو. طب الايدي كرم ده قصده ايه؟ خلاص فهمنا ان الايدي كرم قصده بيه الاندكشن، وهو بيبقى موجود على الماتيريال اللي انت حاططها دي، بتبقى جزء منها كوندكتنج بس بتبقى الريزيستنس بتاعته عاليه، عشان كده الجزء بتاع الايدي كرم ده ايدي. بقول لي طب انت بتقول لي اندكشن، الاندكشن ده عامل كده اهو، تقول ايه ماكسيموم ستارتنج؟ ايه ده عشان الريزيستنس عاليه، طب الريزيستنس عاليه طلع لي ايه؟ الكرم بالشكل. فهو ده اللي احنا عايزينك انك انت تعمله لما تتفرج على يوتيوب او تخش على النت او تقرا من كتاب، تقدر تفهم المعلومه اللي قايلها. انا اخترت ان هو ده من المودل، انك انت هو ده اللي انت تقرا عنه الاول، لان ده من اقل المودلز اللي هتلاقي فيه كلام او رسومات موضحه شكل المودل بيعمل. مش غير هنود اللي عمالين يتكلموا الايه؟ هنود. في هنود كتير بالظبط بيتكلموا، بس ساعات يعني في بعضهم فاهم كويس وبيقول، وده هجيبها يعني في بعض اللينكس اللي انا قلتها لك المره اللي فاتت. لا دي في مؤسسات وبتراجع على الكلام اللي هيتقال، لكن في ناس هو بيقول من عنده. طب لو هو فاهم صح تمام، طب افرض حاجه هو فاهمها غلط، ما هي ده غلط. فلازم انك انت، بس انت دلوقتي يعني من المفترض انك انت بقيت مؤهل انك انت لما تشوف حاجه يعني تمشي معايا ولا ما تمشيش معايا. يعني انت ما خدتش الفيكتور كنترول، بس لما اتكلمنا عنه بصيت لقيت ايه؟ كلام، ما هو بيقول لك فيكتور كنترول وحفصل الستيتر عن الفيكتور. طبعا هفصلهم ازاي؟ لان لو عرفت مكان الفلكس بتاع الفيكتور اقدر احط الفلكس بتاع الستيتر اخليه بيسبقه ب 90 درجه دايما في زاويه دلتا. سمعت عن بعض المصطلحات اللي كده بتقدر تجمعها وتقدر توصل لايه؟ للمعنى. ف هيبقى في نظري كتير بالنسبه للامتحان بتاعك. هو ام سي كيو ولا ريتن بيجا؟ هتفرق معاك في ايه؟ صارت المذاكره. كل الحاجات انت خدتها، احنا بنقول لك انت خدت ايه؟ يعني ست محاضرات، يعني كل واحده يا دوبك كام سلايد كده هو. المعلومات هتلاقي معلم لك عليها وباينه وهايلايتد والدنيا يعني واضحه، يعني ما تقلقش. وهتعمل ده ما حسيت ان الدرجه مش كويسه ممكن ان احنا نحسنها، يعني مش هي دي القضيه بتاعتنا. القضية بتاعتنا انك انت هتعمل برزنتيشن كمان بعد كده اهو على نوع من انواع الموتور، واحد اللي احنا خدناه وهنخترع لك موتور جديد تجيب لنا معلومات عنه وتشوف انت بتقدر تفهم اي حاجة عن الماشين دلوقتي ولا برضو عندك مشكلة ان لازم حد يشرحها لك بالتفصيل. هو ده اللي احنا عايزينه. ماشي الحال كده اهو. اوكي. طب المسائل يا دكتور؟ مسائل معظمها ستريت فورورد، هو كل موتور انت ما دخلتش ديب في القوانين، خدت القانون بتاع التورك بتاعه، فلو التورك بتاعي يبقى لازم ادي لك كل جيفن وانت تطلع التورك، ما بقتش مساله يعني. اكيد مش هستخدم، مش هختبرك في الكالكوليتر. مش مساله في الامتحان؟ ايه؟ مش مساله في الامتحان؟ انت يبقى حظك حلو جات مسائل، ما هي ستريت فورورد، انت تعويض مباشر، مضايقك في ايه؟ الايه؟ المسائل القوانين القديمة اللي بتيجي خلاص نلغيها، مش كده؟ لا خلاص الدكتورة جيب لنا جيفن خلاص. لا تجيلك مسائل. المسائل دي عشان تبين لك انت لو عايز تخش ديتيلز، ما احنا مدين المعيد المسائل دي عشان يعرفك لو انت عايز تتحكم في الموتور ده مثلا ستيبر بالذات، عدد الستيبس تحسبها ازاي، ما هي دي الحاجات اللي انت محتاجها عشان اختار الموتور ده للابلكيشن بتاعي. ازاي اختار عدد الستبس بتاعتي؟ انا لسه الشيت ما نزلش اصلا. استبر نزل. لا استبر نزل. هو السكشن متاخر شويه عن المحاضره. هي محاضره النهارده داخله؟ طبعا. انت خدت حاجه فيها النهارده؟ انت
كنت نايم شويه بس السكشن متاخر خالص. السكشن متاخر احنا خدنا لحد انت دلوقتي بتقول لي ايه ان السكشن مركز على الايه على المسائل مش كده؟ طب خلاص خلي السكشن مسائل لغايه ما السكشن واقف في المسائل وبالنسبه للنظري لغايه لما احنا واقفين تمام مفيش مشكله. اكيد مش هدي لك حاجه تاكد ان انا مش عايز ان انا اعجزك او اوري لك انك انت مثلا حاجه انا شاطر مثلا او كده. ده حتى الاستاذ احنا معظمها جايبين لك من الكتب بحيث انك لو قريت الكتاب تلاقي نفس الكلام ونفس الحاجه نفس الفيجرز اللي انت متعود عليها عشان بعد كده هو تبتدي انك انت تتشجع انك انت تقرا من كتاب او تقرا من حاجه. الدنيا سهله مش صعبه. اما يجي لك مانيوال بتاع بي ال سي ولا بتاع موتور ولا بتاع حاجه جديده اقراه ايه المشكله؟ مش لازم كل حاجه تكون درستها هذا والا انت هتبقى موديل 23 ما يطلع موديل 27 هنلغيك اركن بقى ونجيب واحد تاني اجدد مظبوط. فما ينفعش يبقى كده لازم انك انت وصلت لمرحله انت كل البيزكس بقت موجوده عندك واما تقرا حاجه تقدر تعرف ايه الصح وايه الغلط وتقدر تتوقع شكلها ايه وتقدر تشوف طب الكنترول اللي هنتحكم فيه ازاي ازود ايه اغير ايه اعمل ايه تقدر تفكر تفكير هندسي. اوكي فما تقلقش من بس مش متقلقش ما تذاكرش لا ايه ده ايه ده ايه يعني اقرا واعرف شوف الحاجات دي بس لا مش الغرض ان احنا نعجزك. واللي بقول لك لو جات لك مساله المساله دي بتشوف انت فهمت الدنيا ماشيه ازاي ولا لا وعاده بتبقى تطبيق مباشر. اوكي يعني احنا مثلا بنقول لك السينكرونس لاكتاس مثلا يتناسب مع ساين دلتا مره هدي لك الدلتا والدلتا دي نزلت بالنص تشوف التورك نزل قد ايه ساين 2 دلتا والثاني اللي هو كان سينكرونس عادي ساين دلتا يبقى ده لما نزلت تناسب مع 2 دلتا وده تناسب مع الزاويه دلتا. طب الزاويه دلتا دي وصلت لغايه 48 في السينكرونس ريلاكتنس تقول لي لا الكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط ده يبقى 45 يبقى تقول لك يبقى التورك هيساوي كام تقول لي يساوي زيرو وقف خلاص. اللي هو زميلك كان بيقول في الاول لما قال لي ايه؟ ما قال هو سينكرونس هينشأ بسينكرونس ايه؟ لا ما انت لو زودت الزاويه دي لغايه اكتر من لما هو تحملها هيحصل ايه؟ هيطلع اوتو سينكرونيزم. طب اوتو سينكرونيزم يعني ايه؟ يعني التورك بقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف والاثنين قد بعض بيساوي زيرو وقف. اوكي؟ ماشي الحاجة؟ فانت لازم يعني ممكن تكون حاجه زي كده تطلع لك انت ما تطلع التورك لا الزاويه دي اقول لك مثلا في السينكرونس ريلاكتنس واحسب الزاويه دلتا ومش عارف ايه وانت حسبتها لقيت ان الزاويه دلتا دي طلعت لك مثلا ب 48 ولا 49 تقول لي التوتال بيساوي كام؟ زيرو تقدر تطلعها بقى خلاص. في واحد مطلعه لك بالنيجاتيف ايه يبقى ساين 100 تجيب ساين 100 ما بتطلع ساين 100 بتطلع على الكالكوليتر ما بتساويش زيرو دليل يقول لي بيساوي زيرو لكن هي بتساوي زيرو ليه؟ لانك انت فاهم ان مفيش حاجه اسمها ساين 100، انت ساين 100 يبقى انت طلعت في حته ثانيه خالص يبقى الموتور ده طلع اوت اوف سينكرونيزم. فاحنا بنختبرك انت فاهم الدنيا ولا لا؟ لو انت فاهم الدنيا هتبص لها. عمليه سهله.